بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون. نسأل شيخنا الدكتور هيثم محمد سرحان حفظه الله تعالى، المدرس في المسجد النبوي سابقا، عن حكم لعب لعبة اليوغا، لأنها لعبة منتشرة بين بعض المسلمين، فنسأله لنستفيد منه جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا، هذه ليست بلعب، هذه عبادة. ولو ننظر أحيانا في بعض المطارات نجد أن هناك مكان لليهود ومكان للنصارى ومكان للمسلمين مسجد ومكان لليوغا، وفي هذا يعني هذه اللعبة أنه يخرج من هذه الدنيا إلى يعني عالم آخر، يعني إما تحمل الشياطين أو يعني يقف لا يتحرك ولا أي ثانية من الثواني. فكيف تكون بهذه الطريقة هذه يعني من الألعاب؟ هم لبسوا على بعض الناس وقالوا أن هذه من الألعاب، وهي في الحقيقة لا، من العبادات. يستقبل حتى يستقبل اتجاه معين ويقف يعني ساعات معينة، وبهذه الطريقة نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. يعني شيخنا، هذا من قبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، لأنه يدخل في العبادة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم يا شيخنا، ونسأل الله أن ينفع بكم. آمين وبكم.